مرحبا بكم في قناة تحفة يوبا. بعد طلبه الدعم المباشر من الإمارات والمغرب، فرحات مهني يحاول تنفيذ أكبر مخطط في منطقة القبائل والردع الفوري يصدمها، بداية لمنشد الانفصالي فرحات مهني زعيم حركة الماك الهاري في الخارج من مناسبة للخروج من جحره والظهور إعلاميا سوى المؤامرة المخزينية الإماراتية الخائبة مع محاولته استغلال الوضع بالمشكلة الأخيرة التي قلب فيها رئيس بون طاولة على بن زايد عندما قرر كشف كل شيء لما يحاك في الخفاء ضد الجزائر ودول عربية وإفريقية بتواطؤ إماراتي، والتي يهدف محرك خيوطها العنكبوتية الوهنة إلى عزل الجزائر في منطقة الساحل عبر افتعال أزمة بينها وبين الدول المجاورة عبر استعمال المال الإماراتي. ووجد فرحات مهني الفرصة ليعرض خدمته على الإمارات ليحلب منهم مقابل تنفيذ لهم المخطط الذي حاول به إشعال منطقة القبائل، وسرعان ما أفشلت الجزائر مجددا مخططه سريعا لأنه أصلا منبوت في منطقة القبائل ولا أحد يطيقه، وإنما المخزن والإمارات يحاولون تصويره كأنه وراءه الملايين، خاصة وأنه دعا باستعراض أمام الجميع أنه يدعو كل السكان للخروج في مظاهرة ضد السلطات الجزائرية وبالقوة. وفرحات مهني زعم في خرجته على إحدى منصات حركته في موقع التواصل أنه يقف أيضا وينتصر لقبائل الأزوار في مالي، وذلك من منطلق أصولها الأمازيغية بخرجة غريبة وغبية منه، حيث دعا أنصاره للتظاهر من أجل الدفاع عنها مثبتا في كل مرة عملته وغباءه المنقطع النظير بعد أن فشل في العديد من المرات لتحريك ولو شخص واحد في الجزائر للتظاهر لصالحه، خاصة بجاية وتزوزو ألجموه وصفعوه صفعة قوية ولا ريح للماك فيهما مع مساهمتهم في تنظيف المنطقة كليا من أي عميل يتلقى فتات مهني، وتوقيت الدعوة التحريضية المتزامنة مع تكتيف كبير لنظام المخزن وحكام الإمارات لمؤامراتهم ضد الجزائر التي أصلا كشف الرئيس بون بعض خيوطها وهدد بكشف المزيد، وهم حاولوا عبر دخولها في خط العلاقات الجزائرية المالية ومن ثم محاولتهم اليائسة إلى تقويضها. يؤكد أن مهني وحركته ليس سوى بيدقا في صف المعادي للجزائر، ويبدو أن هذا النكير الذي لا يمثل إلا نفسه يدرك أن منطقة القبائل تبرأت منه وأن لعبه على وتر الهوية الأمازيغية ورقة خاسرة، خاصة وأن اللغة والثقافة الأمازيغيتين مدرجتان في دستور الدولة الجزائرية كما هو معلوم، وإن قبائل الإزواد التي يزعم مهني دفاعه عنهما تربطها بقبائل طوارق في الجزائر صلات وثقة أصلا. حرصت الدولة الجزائرية منذ عقود على توثيقها والحفاظ عليها عبر جهازها الدبلوماسي ومن خلال زيارات متبادلة بين المسؤولين في الجانبين، وما ينبثق عن هذه الزيارات من اتفاقيات تبادل وتعاون وشراكة في سيادة المجالات، لهذا زاد الخناق على كل من يتربص بالجزائر، وخاصة فرحة مهني وحركته التي لا وجود لها إلا في الرؤوس المتعفنة والنفوس المريضة لخونة ارتضوا لأنفسهم المهانة والدولة لخونة ارتضوا لأنفسهم المهانة والمذلة، فباعوا الجزائر الوطن من أجل حفنة من النقود وبريق حياة زائفة في أوروبا، سرعان ما فضحتها شمس الحقيقة التي ستطل أيضا مجددا عاجلا أو آجلا لينقشع ضباب الزيف الذي يعمى أبصار هؤلاء الخونة، وحينها لن يجدوا إلا جزائر واحدة وموحدة. 30 شخصا قبض عليهم الأمن ولن تصدق ماذا وجدوا عندهم مخبأ في منازلهم، وهذا ما أمرهم به فرحات مهني والسكان يسترجعون حقهم وانتفاضة كبيرة في منطقة القبائل، بداية بعد أن قلب الأمن الوطني طاولة على المغرر بهم من أشخاص منتمين لحركة الماك وينفذون كل ما يأمرهم به فرحات مهني الهارب في الخارج، والأمن الوطني بعد أن خلص سكان منطقة القبائل من هؤلاء الأشخاص، خاصة وأن السكان عانوا كثيرا من تخريبات وتعدي على ممتلكاتهم من طرف هؤلاء التابعين لفرحات مهني وحركة الماك الانفصالية، فقد انتهى زمن الجهر بالانتماء للماك وتنفيذ مخططات الانفصال فرحات مهني، خاصة وأن سكان منطقة القبائل لا يفوتون كشف أي انفصال عامل، يبلغون فورا الأجهزة الأمنية التي نظفت البلاد كليا منهم، وهم كانوا يتعدون على المواطنين وكذلك أصابوا أفراد من الأمن الوطني سابقا، عندما تدخل الأمن الوطني حينها لحماية المواطنين والممتلكات، تعرضوا للرشق من هؤلاء العصابة التابعين لحركة الماك، وارتاح منهم سكان المنطقة منذ أن تدخل رجال الأمن هناك. المجموعة المكونة من 30 شخصا بدأت محاكمتهم رسميا، فقد غرر بهم فرحات مهني وكان يرمي عليهم فتات الأموال الطائلة التي يجنيها هو من عملته لدول أجنبية، في حين من يخدعهم يرمي عليهم الفتات وتكون نهايتهم بأحكام ثقيلة وأمضى حياتهم في السجون، وطبعا فور سقوطهم بين أيدي العدالة الجزائرية يتخلى عليهم فورا، وهم الذين تم توجيه لهم تهم زرع الفتنة والرعب وسط المواطنين مع الكثير من الأفعال التي تعد الأثقال وسينالون أحكام ثقيلة جدا، خاصة وأن كل تحركاتهم في التعدي على ممتلكات المواطنين.
ومحاولتهم إرغام العديد منهم للدخول معهم لحركة المار، حتى وصل بهم التعدي سابقا للتعدي على المساجد والمصلين في منطقة القبائل، مكونين حينها مجموعات شار لخلق الفتنة والأمن، إلى أن تم ردعهم والقبض عليهم جميعا. بالمقابل أسفرت عملية تفتيش لمنازل المتهمين والتي تمت بموجب تعليم نيابية عن حجز لوائح لألبسة عسكرية ومعدات للإعلام الآلي، إلى جانب ذلك تم استرجاع جهاز كشف من المعادن الممنوعة مع أختام مزورة تحمل اسم انتخب وانتخب بالوكالة وكذا وسجلات إدارية وريات للمنظمة الانفصالية حركة المار. وعلى أساس ذلك تم تحرير محضر حجز مرفق بالملف قبل إحالته على المحكمة بانتظار مدولهم من جديد أمام قاضي الجنايات بمجلس قضاء الجزائر. والجزائر كشفت وتعرض كل مخططات فرحات مهني وتحذر كل من يسير وراءه أو أي شخص يغرر به، والعقاب سيكون صارما ورديعا والوحدة خط أحمر، ناهيك عن تحذيرات أيضا شديدة اللهجة لكل من يدعم ويمول ماك وفرحات مهني، وهنا المقصودين مباشرة هم النظامين المغربي والفرنسي اللذان يدعمان الماك ويقدمان له دعم مادي ومحاولات تضخيمهم للتشويش على الجزائر واستفزازها، لكن الأمن متفطن ويفشل كل المخططات. عمار بن جمع يرد ويؤدب عمر هلال وبوريطة ومحاولة إقحامهم لفرحة مهني، والخارجة تصنع الحدث وتأييد كامل دولي للجزائر تحت أنظار محمد الثالث. بداية النظام المغربي يحاول التغرير مجددا بالمدعو فرحة مهني قائد حركة الماك الهارب من الجزائر في فرنسا، والذي عليه أحكام ثقيلة والأخير منبوذ من كابل الشعب الجزائري. فقط النظام المغربي يحاول تلميعه وتضخيمه بأي طريقة. هذه المرة وجد المخزن وحركة الماك في وجههم بقوة. عمار سعداني في الأمم المتحدة بعد محاولة جديدة من فرحة مهني مدعوما من طرف النظام المغربي لتقديم ملف خزعبلي، لا يجد أي تستقبله سوى عمر هلال ممثل المغرب، كما كان فعل سابقا وحاول استفزاز الوفد الجزائري بالحديث عن دعمه لحركة الماك والقول أن المغرب ستعترف بجمهورية فرحة مهني. كان نادر العرباوي حينها قد طرده شر طرد من مجلس الأمن وكشفائه أمام دول العالم ووزير خارجيته بوريطة، والآن نفس الأمر عمار بن جامع يقود المهمة بنجاح ويدافع عن الجزائر ويمثلها أحسن تمثيل في الأمم المتحدة، ليقلب الطاولة على محمد السادس وبوريطة وعمر هلال بتصديه لهذه المحاولة البائسة واليائسة وراءها النظام المغربي، الذين يدفعون مجددا فرحة مهني زعيم حركة الماك الانفصالية لتقديم ما يسمى حق الشعب القبائلي في تقرير مصيره لدى الأمم المتحدة، وادعائهم أن ملايين سكان القبائليين يريدون الانفصال والاستقلال في ادعاءات باطلة وغبية، لأن كل منطقة القبائل متبرئة أصلا من فرحة مهني، وكل من على شاكلته ويعلمون جميعا أن فرحة مهني ما هو إلا عميل مرتزق يريد كسب مصالح شخصية مقابل استعماله كدمية لمحاولة تشويش على الجزائر. الجزائر أكبر منه ومن وراءه وواحدة وموحدة، ناهيك عن كون هذه المحاولة الاستفزازية من بوريطانيا لعمار بن جامع في مجلس الأمن. يقول مراقبون جاءت أيضا لمحاولة تشويش على جهوده الكبيرة.